السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كلشي في امان الله؟ كيدايرين مع هذا البرد؟ الحمد لله. دونك اليوم غادي ما نسيتكمش، غنحضر لكم اللوبيا بالسلق ان شاء الله، ورافقته بواحد الطبق ديال الرز كيجي غزال غزال غزال، يعني نهار غتجربوه ما غاديش تستغناو عليه. دونك بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. دونك باش نحضروا اللوبيا بالسلق كنحتاجوا اللوبيا، انا عندي هنا واحد رابعه، كنحتاجوا شويه ديال السلق، تقريبا واحد زلافه كبيره، واحد ثلاثه معالق صبور معدنوس، واحد البصله مشلضه، معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، واحد ربعه د فصوص ديال الثومه. وبالنسبه للعطريه كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفله الحلوه، معلقه صغيره ديال الملحه حتى هي على حسب الذوق تذوقوا، ونص معلقه ديال السودانيه. دونك نمروا للطريق، وعندنا زيت العود. دونك نمروا لطريقه التحضير. كناخذوا اللوبيا ديالنا، كنزيدوا عليها البصيله، كنزيدوا عليها الثومه، مطيشه ديال الحك، والعطريه كامله، وكنمرقوها تقريبا واحد لتر ولا لتر ولا ربع ديال صافي. كنشعلوا عليها، كنخليو واحد تقريبا واحد من ثلث ساعه ل 25 دقيقه، ديك الساعات من بعد عاد غنزيدوا هاد السلق ديالنا والقزبر والمعدنوس. دونك من بعد ما مرات 25 دقيقه، نسيت قبيله ما درتش الزيت، حتى هو تقريبا كديروا شي ربع كاس زيت البلديه، اللي بغى يدير زيت اخر انا كندير زيت البلديه. كتزيدوا السلق ديالكم، كتزيدوا قزبر معدنوس، صافي كتسدو عليه تقريبا واحد 10 دقائق. كتحلو الكوكوط ديالكم، كتشوفوا الا باقي فيها الماء كديروها حتى تغلى يتحيد منها داك الماء، الا ما بقاش صافي جات جوست صافي. دونك نتلاقاو من بعد لحظات. حضروا السلق بوحدو، يمكن لكم تحضروه بوحدو. كنحتاجوا للسلق كنحتاجوا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفله الحلوه، واحد جوج فصوص ديال الثوم، ونص معلقه ديال الملحه. الملحه ما تكثروش منها، لان هنا عندنا الحامض، حامض مرقد، حامض مرقد راه مالح، دونك ديروا واحد شويه راس المعلقه حتى طيب لكم السلق ديالكم، عاد ديك الساعات اللي بالكم بالسوس زيدوا الملحه. وبالنسبه لهذا كاين فلفله سودانيه، هذه حتى هي على حسب الذوق، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. صافي عندنا زيت العود. دونك غنمروا طريقه التحضير، كنشعلوا على البوطه ديالنا، كنديروا الزيت البلديه تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، صافي كنشدوا العطريه ديالنا كامله كنديروها، صافي كنبقاو نديوها ونجيبوها، ما كنديروا لها لا ما لا حتى شي حاجه، كنديوها ونجيبوها نديوها ونجيبوها، هي راه كطلق الماء ديالها، كنحاولوا نغطيوها باش تطلق الماء ديالها صافي، ومن بعد نطلقوا باش نزيدوا القزبر معدنوس. ها هي ما زدنا فيها لا ما لا حتى شي حاجه، دونك ها هي طابت، كنزيدوا فيها القزبر معدنوس ديالنا في الاخر، وكنبقاو نحركوا واحد دقيقه ولا جوج وصافي، ها هي وجدت لينا.
بالنسبه لحامض، هذا الحامض راه في ميزون، الا بغيتو ولا كنتو انتريسي خليوه لي في التعليق باش نصاوب لكم الحامض مرقد في الدار. كيجي معسل هذا الحامض، هذه الطريقه كتجي معسله. باش نحضروا الرز ديالنا كنحتاجوا للرز مسلوق شويه ديال الملحه، دونك هكا. واحد النصيحه البنات نعطيها لكم، من تخرجوا الا لي بات ولا الرز، من تحيدوهم من فوق البوطه وتدفعوا عليهم وتصفيوهم، ديروهم ديريكتومون في الماء بارد، دوزوا عليهم الماء بارد باش كيبقى لكم هكا، واخا تخليو النهار كامل يعني كيبقى حبه على حبه. حتى بالنسبه لي بات يعني ما كيتعجنوش ويتلصقوا لكم، بلا ما ديروا لا زبده لا حتى شي حاجه، غير الماء بارد وتخليهم حتى يبردوا. دونك كنحتاجوا الفرماج مقطع طريفات، كنحتاجوا شويه ديال الشاركوتري، كنحتاجوا شويه ديال المايس، كنحتاجوا شويه ديال الطن، وكنحتاجوا لا مايونيز في ميزون صوبتها راسي، راه عندي في لي زوتر فيديو ديال القدام عندي كيفاش كديروا لا مايونيز ببيضه وحده. غير هاد لا مايونيز انا ديما كنزيد فيها شويه المليحه، بيضه وحده، شويه الملحه وشويه الزيت وشويه البزار وشويه ديال الثومه بودره. هذيك الثومه بودره كتعطيها واحد لوغو، ما نقول لكمش ما تشبعوش من الرز ديالكم. دونك كتزيدوا، كتكبوا هادشي كامل اللي عندكم. اوبس طون مايس، كنزيدو المايونيز ديالكم، دونك ها الرز ديالنا وجد. دونك ها اللوبيا ديالنا وجدات، رافقتها بشويه ديال الكفته شويه صوتي مع مطيشه، وها السلطه ديالنا ديال الرز، وها السلق بوحديتو. دونك هذا هو الطبق ديالنا اليوم، كنتمنى يكون عجبكم بزاف. وبالنسبه للناس اللي غيشوفوني اول مره، كنتمنى تنخرطوا معايا وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وديروا لايك بيان سور الى عجبتكم لا فيديو. والناس ديالي ديما كنقول لهم ميرسي ميرسي بوكو على لي التعاليق اللي كتحطوا ليا، كنشكركم بزاف. دونك اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.